دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اجتمعت بالدكتورة سارة عبد العظيم حسني وزيرة الصحة في دولة السودان بالفيديو كونفرنس، وكان اجتماعهم امبارح لبحث التعاون المشترك في المجال الصحي في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الاجتماع تم التنسيق لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج 1,000,000 أفريقي من فيروس سي بشكل عاجل، وتحديد المراكز اللي بيتم تفعيل المبادرة فيها. بدأ بالفعل تسجيل المواطنين السودانيين في المبادرة اللي بتستهدف علاج 250,000 مواطن في المرحلة الأولى، وأكدت إن الوزيرة أكدت الوزيرة إن مصر جاهزة لإرسال الأدوية لعلاج المصابين بفيروس سي واللي بتوصل لأكثر من 200,000 جرعة، بالإضافة لأجهزة وكواشف PCI للفيروسات الكبدية لبدء تدريب الأطقم الطبية في السودان. أعتقد أن احنا غطينا خبر الامتداد أو الرعاية أو الجسر الصحي الطبي ما بين مصر والسودان في أثناء تغطياتنا في الأسبوع اللي فات عن العلاقات المصرية السودانية واستعادة قوة هذه العلاقات. والحقيقة أنه واحدة من الطرق اللي تخلي العلاقات مش بس علاقات رسمية، أنها تبقى علاقات شعبية ترجع لأصلها، العلاقات المصرية السودانية علاقات شعبية في الأساس، هي تقديم خدمات حقيقية للناس. عندنا قصص نجاح كتير الحقيقة تتصدر، هو دايما بيبقى التحدي كده إنك تنجح أصلا في حاجة وبعدين تبقى تتكلم عن النجاح ده، إنك تعدي تحدي وبعدين تساعد ناس تانية. يعني يمكن خبراتنا اتغيرت خالص في الحكاية دي، يمكن حتى الجيل بتاعنا كده سمع كتير عن ناس بتنظر علينا من غير ما هي تنجح بشكل شخصي في حياتها، لكن لما رجعنا لقينا دولتنا بتقدم النموذج ده، تنجح هي الأول وبعدين تقدم نموذج النجاح، تساعد مواطنيها الأول وبعدين تقدم مساعدات وتمتد يعني مساحة المساعدات لناس تانية، بيرجع الشكل ده يحسسنا أنه في الآخر برضو زي ما كنا بنقول لحضراتكم لا يصح إلا الصحيح، وفي الآخر في نماذج تفضل هي الصح والمطلوبة واللي عايزين نشوفها طول الوقت في بلدنا.